والاستقامة في هذه الحياة معية مع الله، يعني الواحد في حال استقامته مع الله فهو في ولاية الله. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. من هم الذين آمنوا؟ الذين اتبعوا سبيل الله. الذين آمنوا هم المتبعون لسبيل الله، أما المنحرف عن سبيل الله فليس بمؤمن. فهذا يقول: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا استقمت فقد جعلت نفسك ضميما في هؤلاء، في الأولياء لله، الله يتولاك. يقول الله، يقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى من الصالحين، وهو يتولى الصالحين. فمن استقام صار وليا لله، فإذا تولاه الله أخرجه من كل مظلمة ونجاه من كل مدلهمة. قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ويدافع عنهم. قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويطمئن قلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتطيب حياتهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويؤمن حياتهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه وغيرها من ثمرات الاستقامة في الدنيا قبل اجتياز مرحلة الدنيا إلى الآخرة، هذه الثمرات وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. شوف الناس وهم في هذه الحياة وهم في حال استقامتهم درجات ومراتب، بدءا بالرسل والأنبياء، نزولا إلى الشهداء، بعدهم سائر الصلحاء، كلهم مراتب. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هؤلاء الرسل. قال الله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هناك المتقدم وهناك ولذلك ربنا سبحانه يقول: والسابقون السابقون. قال: أصحاب الميمنة أصحاب اليمين والمقربون، السابقون وأصحاب اليمين، المقتصد والسابق بالخيرات. قد علم كل أناس مشربهم.